تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الأحد من إيقاف عنصرين مواليين لما يسمى بالدولة الإسلامية يبلغان من عمر 30 و34 سنة ينشطان بمدينة الرباط. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه علاوة على الانخراط الموقوفين الكلي في الأجندة التخريبية لداعش في أعمال الإشادة والدعاية لفائدة هذا التنظيم على الإرهابي، فقد أكدت التحريات الأمنية أن العناصر الموقوفة كانوا بصدد الإعداد والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة. وأضاف ذات المصدر أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية مختلفة إضافة إلى أسلحة بيضاء. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية الأمنية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية التي يشكلها داعش ومناصروه، والذين ما فتئوا يتوعدون بتنفيذ عمليات إرهابية انتقاما لاندحار هذا التنظيم بمعاقله بالساحة السورية والعراقية. وأشار البلاغ لأنه تم الاحتفاظ بمشتبههما تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية.